كبيرة قوة تساوي الرأي. هل جاب الناس دي الصورة؟ النبي بطايا بس ما شبرا جاي نوفي دين بسيط للرئيس، نعرفه ان في مصريين لسه بيحبوه. صور دي أميرة، أميرة بص للكاميرا وقولي انت متصابة ليه؟ متصابة ليه ومين اللي صاحبك وعشان ايه؟ عشان قلت للرئيس ما يتهنش، هي دي الحرية في مصر بتوع 25 هي دي الحرية ضربوها بتوع 25 ايوه بيتبلوا. لا طبعا هم اللي دايما بيضربوا من طرف ورصاص حي مطلوق علينا على الشبان بتوعنا ومعاهم رصاصة. بيقولوا انا سمعت بيقولوا اللي هم بيقولوا كل حاجة، هم بيضربونا ويقولوا احنا اللي بنضربهم. والله العظيم يلا يا فندم، هم اللي جم نفسوا علينا وضربونا، وبعد ما ضربونا جم ضربوا تاني علشان خاطر يحولونا لقدام. ايه واحدة تانية مع واحد تاني صفرة. اسمك ايه؟ رضوى. من ايه يا رضوى؟ من فيسبوك. وشعب مصري عادي جدا جاي يدافع عن الرئيس، حريتي والله انا حره، لازم اكون واخده فلوس عشان خاطر انزل اقول ان رمز الدوله ما يتهنش. اثبتوا لنا انها ديمقراطيه، ان 25 ان الرئيس كان ديكتاتوري ودلوقتي بقينا ديمقراطيه. لا الحقيقه ان الرئيس كان هو الديمقراطيه وهم الديكتاتوريه. دخلوا في شؤون العرب الاولى بالمحاكمه دي رؤساء امريكا اللي بيتدخلوا في شؤون العرب. الوكلاء وكالات الانباء العالميه اللي دايره في البقاء مبسوطين ماشيين مبسوطين وعمالين يصوروا. اتكلمي فيس، كان الشعب نفسه قليل الاصل. لا مش ده مش الشعب، لا مش 1001 ولا 501 شعب، 1800 بني ادم عملوا انقلاب شعب. لا بيقولوا على نفسهم مليون، عمرهم ما هيكونوا مليون ولا عمرهم حصلوا مليون. احنا اللي ابتدينا، احنا كنا واقفين عند الشاشه. بسال سؤال، كنا واقفين عند الشاشه هنا. طب احنا كنا واقفين عند الشاشه، مين دلوقتي واقف عند الشاشه؟ المعارضين صح. يبقى احنا اللي اتضربنا وشالونا من مكاننا. العقل الله العظيم بفكر بالعقل فينا النهارده ما اتضربش. احنا جايين من الفجر على فكره، واحنا اتسحرنا وكلنا جايين مع بعض. ده مصطفى محمود جايين من ده مصطفى محمود سحرنا وصلينا الفجر واتكلنا على الله عليه. تعالي هنا هتشوف القمر. كنت معاهم من الصبح جاي من الصبح. انت عايز تقولي حاجه؟ انت عايز تقولي حاجه؟ حد عايز يتكلم هنا؟ ايوه انا عايز اقول لك. ايوه تاني ورا فين؟ تاني حته ورا عند العربية. ما هي على طب السحاب. مين دي؟ بكرة ايه؟